دلوقتي خلصنا الحالة الأولانية وقلنا عليها سيمبل رينال سيست، وخلصنا الحالة التانية وقلنا عليها اكتوبك ليفت كيدني، ودي الحالة التالتة اللي احنا وقفنا عندها وكنا منتظرين الإجابات بتاعت سعادتكم. جماعة الخير، طيب احنا عندنا كمسنا سرينا سيل كارسينوما، عندنا من غير صبغة وبالصبغة ارتيريال فيز وبالصبغة فينوس فيز، عندنا سوليد ماس في الكيدني. اي سوليد ماس في الكيدني زي ما قلت لكم في اي ادلت بتبقى رينال سيل كارسينوما الى ان يثبت عكس هذا. الحالة اللي بعد كده واحد عنده 45 سنة وعنده ليفت لاين بين وعنده حاجة كده في الكدني الشمال. قلت لك الانفلومه ايوه مظبوط، مالتي لوكيلر نيفروما، صح الاجابة صحيحة. ودوت مش هايداتد سيست طبعا، لان الهايداتد اولا نادر قوي في الكدني، ثانيا السيستات اللي جواه بتكون مترصصة على الحرف بتاعه، لكن دوت في سيبتيشنز رايحة وجاية، فدوت مالتي لوكيلر نيفروما اللي هو يعتبر البوسنيك رقم 3. الحالة اللي بعد كده بنت وعندها 16 سنة وعندها لو جريد فيفر وعندها ليمف نودز في جسمها وعندها ليجنز في الكدنتين. لينفوما ليمفوما، صح، and this is إجابة صحيحة. bilateral solid masses in the kidneys يبقى ليمفوما. ساعات الماسز كلها تكون من النوع الصغير وساعات واحدة منهم تبقى مستفحلة، لكن السنسو جينيكولوجيست محتاج سكون علشان التشخيص ومحتاج بور رينال فانكشن برضو نفس الحكاية. المريض ده هو عندها 51 سنة وعندها ليفت رينال بين. يوريتروسيل، لا غلط، رينا ترانزيشنال سيل كارسينوما صح. اليوريتروسيل طبعا لازم اليوريتر يكون منفوخ ويكون الحتة ديت فيري سموز، يعني حاجة مرسومة بالقلم، لكن ده الريجولار وعامل فيلينج ديفكت، والريجولار فيلينج ديفكت في اليورينال بلادر لازم يكون كانسر بلادر الى ان يثبت عكس هذا. الست ديت عندها 34 سنة وعندها history of abdominal trauma وعندها مشكلة في الليفت كيدني. مظبوط، and this is renal lacerations، وهي مش grade 4 لأن ممكن نعتبرها جريد 4 وفي بيري نفريك هيماتوما. مظبوط. الحالة اللي بعد كده واحد عنده 60 سنة والبي اس اي مرفوع عالي عنده ودوت ام ار بتاع البروستاتا. بناين بروستاتيك هايبر بليزيا، مظبوط، السنترال بارت بتاع البروستات انلارجد وفي بقع بيضة وبقع سودة، لكن البريفرال زون في منتهى الجمال وكويسة جدا وما فيهاش اي مشاكل. and this is benign prostatic hyperplasia او hypertrophy. واحدة ست 55 سنة وهي diabetic وعندها وجع في جنبها. خراج، صح، and this is renal abscess، عندنا حاجة تشبه السيست كده ولكن الحرف بتاعها تخين وواخد صبغة والفات اللي حواليه متعكر شوية، يبقى ده هو خراج.
الحالة اللي بعد كده واحد راجل 39 سنة وعنده هيماتوريا بعد لما عمل حادثة عربية. Yes, and this is avulsion of the renal vascular pedicle. مظبوط، لأن كلى الشمال بتفرز صبغة وكلى اليمين ما بتفرزش صبغة، معنى كده إن مش واصل لها دم، وفي وجود الهيستوري بتاع التروما معنى كده إن الفاسكولار بيديكل بتاعها اتقطع. تمام، الحالة دي الطفل عنده 3 سنين وعنده ابدومينال سويلينج. والمستيومة Yes, and مظبوط. This is Wilms tumor أو نفروبلاستوما. يوج ماس موجودة في الكدني وفيها الكلو ساين اللي بيقول إن هي of renal origin، وإن بقية الحتة اللي من الكدني السليمة مزقوقة لجوه والقدام. And this is classic appearance. الحالة اللي بعد كده واحد عنده 23 سنة وعنده abdominal pain و dysuria. بوليسيستيك كده. Yes, and this is polycystic disease، لأن الكيدنيز فيها سيستس وكذلك الليفر فيه سيستات كتيرة جدا، فاحنا بنقول على دوت polycystic disease affecting الكيدني والليفر. مظبوط. الحالة اللي بعد كده واحدة ست وعندها 34 سنة وعندها left line pain بعد لما عملت منظار على الحالب. في يوريتريك ستريكشر. Yes، مظبوط، and this is a stricture in the ureter. في ضيق في المنطقة ديت كده وقبليه في صبغة واقفة، يبقى يوريتريك ستريكشر. واحد عنده 33 سنة وعنده وجع في الكلى اليمين وعنده بيعرق بالليل. رينال تي بي مظبوط، and this is renal TB اللي هم بنسميه اوتو نيفريكتومي او بنسميه اند ستيج كيدني، بنسميه باتي كيدني. كل الأسامي ديت بتليق بالتبركلاس كيدني. واحد عنده 54 سنة وعنده ديب سيتد بين، وجع فظيع في الحوض، وفيفر وديسيوري the abscess في نهايتها. prostatic abscess. Yes, and this is خراج في البروستاتا. عندنا مالتي لوكيولر مارجينالي انهانسد ليجنز موجودين في البروستيت، يبقى خراج. واحد عنده 9 سنين وده الاسندنج بتاعه. ده هو الميجا يوريتر. لا، فيزايكو يس، فيزايكو يوريتريك ريفلكس. انهي رقم؟ ده 3 جايد 5. لا 5، لا هو 4، لأن اليوريتر دايليتد وتورشوس حاجة بسيطة، لما يبقى تورشوس على بعضه يبقى جريد 5. واحد عنده 54 سنة، بلاش صوت العيال اللي موجود عشان ما يبوظش التسجيل. واحد عنده 54 سنة. يا دكتور شريف، واحد عنده 54 سنة وعنده ديب سيتد بين في السكروتم بعد التروما، وده هو سكروتال الترا ساوند. هيماتوما ايوه، هيماتوسيل، انا بنسميه كده هيماتوسيل سكروتال هيماتوسيل، وهو معروف قوي 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 بالسبتينز اللي بتبقى موجوده جواه، وطبعا الهيستوري اوف تروما بيساعدنا في التفرقه اذا كان دوت خراج ولا هيماتوم. الحاله اللي بعد كده واحد عنده 64 سنه وعنده هيماتوريا وديسيوري. ده تي سي سي في الكوليكتنج سيستم. ماشي، and this is transitional cell carcinoma أو urethral tumor موجود في الرينال بلفس على الناحية الشمال، وده الرينال بلفس distended by the soft tissue mass ديت. مظبوط، دوت ام ار يوروجرافي في واحد ما بيشتكيش من حاجة خالص، ولكن اكتشف عنده تضخم في الكدني بالالترا ساوند.
سبب الأمة. أوكي طيب، هو طبعا الرينال بلفيس ماركتلي ديستندد بالوند يعني، والكليسيز برضو نفس الحكاية، لكن اليوريتر از نوت دايليتد، معنى كده ان في اوبستراكشن عند البلفي يوريتريك جانكشن، وبما انه هو ما بيشتكيش وما فيش حاجات زي كده فده كونجينيتال بلفي يوريتريك جانكشن اوبستراكشن. الحالة اللي بعد كده واحد عنده 47 سنة وعنده برضو هيماتوريا وديسيوريا، وده هو الاي في بي فيلم من الاي في بي بتوعه. حد قال تي بي هو ما عندناش هنا اللي هو الاستريكشرز بتاعت التي بي ولا الكالسيوم، لكن عندنا فيلينج ديفكتس موجودة في الرينال بلفيس وفي الابر يوريتر وفي الحتة اللي تحت كده شوية. فاحنا دلوقتي ما بين الحصاوي اللي هي ريديولوسنت وما بين التيومرز، فالتيومرز مقدمة على الريديولوسنت ستونز، لأن الريديولوسنت ستونز بتبقى فيري سموز وما بتبقاش متعلقة كده وما بتبقاش يعني زي الصورة اللي احنا شايفينها. فاحنا بنفكر ان دي تكون ترانزيشنال سيل كارسينوما، وزي ما انتوا عارفين انها بتكون مالتيبل، فمنها جزء بيبقى في الرينال بلفيس وجزء في اليوريتر وجزء تاني في البلادر. وانا قلت في المحاضرات انك لما تلاقي ترانجستنال سيل كارسينوما في البلادر اللي هو اشهر مكان ليها، تدور في بقية الاي في بي اذا ربما يكون في فوكس تاني لفوق. دوت تستيكولار الترا ساوند في واحد عنده 47 سنة وبيشتكي من وجع. testicular microlithiasis. مظبوط، and this is testicular microlithiasis اللي هي نقط كتيرة calcification موجودة في ال testis. مظبوط، الحالة اللي بعد كده واحد عنده microscopic hematuria وهو سنه 24 سنة وعنده حاجة في الكدني اليمين. انجيومايروبوما. مظبوط، and this is renal angiomyolipoma because of the fat. وأنا قلت لكم قبل كده إن فات في الكدني تفكر في أنجيومايولايبوما رقم واحد لحد 100، وبعد كده تفكر بقى في لايبوما ولايبوساركوما والكلام الفارغ ده. وإزاي عرفنا إن دوت فات؟ علشان الـ CTF ده المية وده المية اللي موجودة في الانتستين وهو أسود منهم يبقى فات. الحالة اللي بعد كده واحد راجل عنده 34 سنة وعنده ديسيوريا. ورينا بلادر هيرنيس. بلادر هيرنيا. مظبوط، herniation of the bladder into the inguinal hernia. ممتاز. الحالة اللي بعد كده بنت وهي diabetic وعندها high grade fever و dysuria. انفزيمتوس نفرايتس. انفزيمتوس بايلونفرايتس. مظبوط، هوا في الكدني من غير function يساوي انفزيمتوس بايلونفرايتس. واحد عنده 60 سنة وعنده ال PSA مرتفع ودوت ال MR بتاع البروستيت. بروستيت كانسر. شمال يمين. ايه عيط. رايت سايد. مظبوط، and this is prostatic cancer. هذا الفوكس اللي موجود في البريفرال زون على الناحية اليمين. واحنا قلنا ان ميزة ال MR ان البريفرال زون بتبقى بيضة والكانسر بيكون اسود، فبتعرف تشوفه كويس جدا. واحد دايابيتك عنده وجع في الناحية الشمال بتاعت الكدني 50 سنة. انا واحدة acute pyelonephritis yes left. acute pyelonephritis on the left kidney, swollen kidney, poor function, striated nephrogram with stranding of the perinephric fat. اللي بعد كده 23 سنة abdominal pain and dysuria. polycystic kidney yes and this is polycystic kidney. مظبوط، ما احناش شايفين الليفر عشان نقول، لكن دوت polycystic kidney disease. الحلقة اللي بعد كده واحدة ست عندها 65 سنة weight loss fever
هين جانزو جرانيلوماتوس يس بايلونيفايتس. مظبوط. And this is xanthogranulomatous pyelonephritis. ستون كبير والكدني عاملة زي رجل الدبة والكدني كبيرة وما بتفرزش صبغة. كل الكريتيريا فيها. اي في بي اي في بي طلع ايه؟ تي بي صح؟ اي كالسيفيكيشن في الكدني كونسيدر موضوع التي بي، خاصة لما تكون الدنيا متبهدلة كده والكدني ما بتفرز. and this is renal تي بي. الحالة اللي بعد كده 55 وعنده مايكروسكوبيك هيماتوريا وعنده فيلينج ديفكت في الرينال بلفس على الناحية اليمين. مظبوط. and this is هي مش رينال سيل كارسينوما ولكن ترانزيشنال سيل كارسينوما اللي هي تي ار سي دي سي تي سي سي تي سي سي صح. عندنا حد دايابيتك وعنده ديسيوريا ونوماتوريا يعني بينزل هواء مع البول. انفيزيموتس ستيتس. ايوه انفيزيموتس ستيتس. انا قلنا ان اي حاجه انفيزيموتس لازم لها ديابيتس، وهنا هوت في هوا في جدار المثانه فيبقى دوت انفلاميشن يعني سيستيتس وفيها انفيزيم. دوت اسندنج يوريثروجرافي وفي الطفل عنده 5 سنين وديسيوريا وفريكونسي اوميكتوريشن. طيب ده طبعا اليوريثرا وفي هنا دايفرتيكولم اللي هو معبي بالصبغة على المسار بتاع اليوريثرا، فده هو زي ما بيحصل دايفرتيكولم في أي مكان في الكيدني ممكن يحصل وفي اليوريتر وفي البلادر وفي اليوريثرا. and this is urethral دايفرتيكولم. الحالة اللي بعد كده واحد عنده 47 سنة وعنده هيماتوريا برضو وعنده الكدني الشمال مش مظبوط. أرسي كنت أرسي رينال سيل كارسينوما سوليد ماس في الكدني تبقى رينال سيل كارسينوما إلى أن يثبت عكس هذا، وهذا صحيح. واحد عنده 7 سنين وده هو ميكتوريتنج إريثروجرام وعنده ديسيوريا. بوستيريور يوريثرال فالف. مظبوط. and this is posterior urethral valve في الحتة ديت وقبليه mark dilatation of the prostatic urethra وفي signs of bladder neck obstruction لأن الوول بتاع البلادر تخين جدا وفي diverticulae صغيرة لأن البلادر بتبذل جهد جامد جدا عشان تفضي البول. ده هو testicular ultrasound في واحد عنده يعني ما فيش وجع وما فيش history of trauma لكن حاسس بقلق كده في التست. testicular cyst. Yes, this is the simple cyst in the testis اللي هو بيسموه testicular cyst أو intratesticular cyst، والعلامة القوية جدا بتاعة السيست اللي هي البياضة اللي من ورا. مظبوط. واحدة عندها 35 سنة وعندها فيفر وعندها بين ابسس.
Yes, and this is a classic appearance of renal abscess. ودايما الابسس اللي في الكيدني واللي في الليفر زي ما هنقول بيكون حواليه إديمة، لان هو التهاب، فبيكون حواليه هيلو كده سودة، هي اللي بتخلينا نقدر نشوف الانهانسمنت اوف ذا وول. وطبعا لو كان فيه هواء بيساعدنا قوي قوي في التشخيص. تستيكيولار الترا ساوند في واحد ايه سيمتوماتيك وبيفحصوه لانه فيها اشكال مختلفه. يعني ريموت سيست ابيدرمويد ولا ابيدرمويد؟ ابيدرمويد يس، ابيدرمويد تيست مظبوط، ذا كلاسيك ابيرنس. هو ما بيعملش تارجت ساين وجع، ما بيعملش حاجه، وطبعا التارجت ساين واضحه جدا فيه، وهو ما عندوش فاسكولاريتي جواه لكن حواليه كلاسيك ابيرنس. اي في بي يروتروسي يروتروسي شمال ولا يمين؟ دايلاترال بايلاترال يريتروسيل مظبوط، دايلاترال اكتر على اكبر على الناحية اليمين. اكستروفي بلادر اكستروفي، ايوه، او اكتوبيا فيزايكا، مزايك مسافة جامدة جدا ما بين البيوبيك سيمفسيز، وفي بهدلة هنا في اليورينر بلادر، and this is bladder extrophy او فيزايكا. نيوجينيك بلادر Yes, and this is neurogenic bladder عاملة زي الكريسماس تري، وزقلطها لفوق كده والكتار بتاعها تخين، وفي multiple irregularity. بيراعي بلادر ترانزيشن لتسل كارسينوم. مظبوط، and this is cancer bladder. أي ماس في اليورينري بلادر consider cancer until proved otherwise, especially في الناس اللي هم الأدلت. دوبلر وعنده سفين pain and fever. ابيديديمو ابيديدمو اوركايتس صح مظبوط، لان الابيديدمس فيها فاسكولاريتي، والتستس برضو فيها فاسكولاريتي، يبقى ده هو ابيديدمو اوركايتس. لو كانت الابيديدمس لوحدها يبقى ابيديديمايتس، لو كانت التستس لوحدها يبقى اوركايتس. هذا وبالله التوفيق،